انت تعرفه سابقا الشفيق؟ لا يعني سامع باسمه؟ اي طبعا. اي تعرفه يعني؟ طبعا. وزير، كان وزير بالضبط. هو من جاني كان وزير ثقافه. اها، هذا من اجى هو كان وزير ثقافه. فصرنا هم جيران هم صديق. وفعلا انا ما ادخل بالسياسه وما لي شغل بالسياسه، فالسياسه يمه. وعليش اتذكر انه قالوا صدام حسين القتل شفيق الكمالي، قلت لهم كذب، شفيق الكمالي صار نوبه قلبيه وحق دكتور حكمه حبيب هو اللي يعالجه، ودزوه الى اليرموك عده مرات هي صارت عده، بس اخر مره ما وصل للمستشفى، توفى بالطريق. اها، ايه يعني سكتة قلبية يعني صارت عنده. إيه إيه اكيد 100%. هالذي ياهلي يقول انه صدام حسين قتل شفيق الكمالي كذب، كذب 100%. شفيق الكمالي مات بسكتة قلبية، واللي داووه هو دكتور حكمة حبيب. حكمة حكمة حبيب. اي ابن صفي هو. اغمت بنصفي احنا واللي في الدوره. ايه ها زين، صارت الصداقه تدري بعد جيران، وجاء عندي بالبيت قام هو يعزمني وانا اعزمه، وصارت صداقه وصارت علاقه عائليه ايضا. عائليه ابدا. هذه ذاك الوقت هو من اجى ما كان قاعد يمي، ما ادري وين كان بيته، تتصور؟ واجا من صرنا اصدقاء هو يريد يدور على ارض قريبه عني. اها، واجا اخذ هاي مال الكويتي. قاع الكويتي اللي بنى بيها بيت، يعني اشتراها منه؟ ها؟ اشتراها لو اخذها؟ لا لا اشتراها. ابدا. الكويتي هي اسمه، هي اسم المنطقه كلها يسموها الكويتي. اها، المنطقه كلها، بس الشط هو اشتراه، يعني اشتراه من مو الكويتي. الكويتي ميت رايح، ترى ما ادري من يعني من اخرين يعني. اي من اخرين. اشترى هو اللي على الشط، اشترى القطعه على الشط وبنى بيها بيت.